خبرنا عن شي مرة أسأت فيها التصرف فتعاقبت. طلبت منه اطلع اسهر مع رفقاتي وما خلوني لان مطرح بعيد ومش ما في حدا يعني دون يعني ما حدا عمره 18 معنا، ما خلوني قمت انا عصبت وصرت عيط وهيك. بحكي كتير بالصف وهذا الشيء انه منه منيح، ما بيساعدنا انه شيء منه منيح كرمالنا، او بالبيت مثلا انه نزعج اهلنا ونحن نكون انه مش قصدينا او شيء هيك. قلل تهذيب مع اهلي وبالمدرسه مع الاستاذ. قلل تهذيب مع العالم اكثر شيء بتقصص عليها. ما جبت علامه منيحه من جون هيك تقصصت. تخنقت مع خيي. بقلل تهذيب للاكبر مني. اوقات انا يعني انه بدقر اشياء مش لالي، فهيك انه ما بس يعني ما بسالهم، فهذا الشيء انه بخليهم انه هن يزعلوا مني انه انا انه ما سالتهم انه لاستخدم الاغراض. مره كنت معصبه فجاوبت المعلمه فبعتتني على الاداره وتقصصت عشان هالشيء. ولا شيء بس العلامات. اتخانق كتير انا وخي الصغير وماما ضلت عيط علي انه انا ما خصني فيه، انه هي اللي بتقاصصه مش انا بعد اضربه او شيء. ضربت خيي منقصصوني مشان ما بقى اعمل هيك ومنعوني على التليفون.